لا يستطيع أبو نور بعكازته هذه أن يذهب إلى جلب العلاج أو التسوق بعد حفر الشوارع في مناطق الصدور الأربعة في الديوانية أشهر مرت والحال كما هو ما دفع الأهالي لمناشدة الحكومة للإسراع في إنجاز العمل معاناة أنا كمعوق أنا ما أقدر اليوم يعني معصور محصور هسه من عندي واحد ما أعرف ما أعرف يعني لا تعرض عندي واحد وتخربط ما أعرف وين أودي لا بتجي طبدي لا أنا أقدر أسوي شيء لا أقدر أجيبني مسواق الميتين يعني محصور يجون يشتغلون يوم يوم يومين ويعفوها وبعد ثلاثة شهور شهر 15 يوم هم يجون هم يحفرون وهم يروحون واليات عندهم شبر واحد وقريدر وحده نفس الشيء بتصاد تجي شرير يرجع ذاك الشارع وهذا الشارع وهذا الشارع والله تمرمرني أردنا مسؤول مسؤول يا اخي مسؤول الناس اثنان وأربعون حيا تمت احالتها الي شركات لتأهيلها بمبلغ تجاوز 330 مليار دينار لكن المحافظة لا تزال منكوبة من ناحية الخدمات كما يقول برلمانيون لدينا 42 حي يعني في طور الحاله بمبلغ تقريبا 332 مليار ما يقارب تقريبا 12 الى 13 سنه تعاني محافظه دون موضوع المجال وتلك هذه الشركه الشركه الاولى وبعدها تم الحاله الى شركه ثانيه لكن اليوم نعم لدينا ما يقارب ثلاث الى اربع شركات ليست يعني بالمستوى المطلوب الديوانيه للاسف يعني هي منكوبه في موضوع الخدمات المفترض تكون هناك شركات رصينه تأخر وتلك إنجاز المشاريع نتيجة إحالتها إلى شركات غير رصينة تقوم هي الأخرى بمنحها لمقاولين ثانويين لا يمتلكون آليات كافية لإنجاز المشروع خلال المدة المحددة بحسب مختصين وضريبة التأخير يدفعها المواطن من الديوانية حيدر انذار قناة السومرية